بين الجهات. مواصلين في برنامجكم حتى 9:30. نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي وتتسويت مع بين الجهات في سليانة مع سي كمال أمامي، رئيس جمعية سنابل بلادي للعمل التطوعي، حملة في العودة المدرسية بقرارات معناتها بأنشطة جديدة كما قولوا. خلنا نسمع وناخذوا أكثر تفاصيل. مع صباح الخير، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام. صباح الخير، مرحبا. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. في كلمه ساعه عمل الجمعيه في سير الايام، شنو التركيز نتاعكم، على شنو والانشطه اللي تقوموا بها؟ هي الجمعيه تاسست 2012 جست انتر جيمي، معناها يعني امور القانونيه، معناها كل عام نعمل جلسه عامه، نزول التقرير المالي والادبي لرئيس الحكومه للولايه، نزول التقرير المالي لل دائرة المحاسبات باش تكون على الأقل قاعدين ننصحوا في نطاق القانون الموجود في تونس. بالنسبة للنشاطات، هي نشاطات متنوعة خاصة في المدارس الريفية. بالنسبة بالنسبة للعودة المدرسية هذه، شنو اللي قاعدين تخدموا عليه؟ شنو اللي تحضروا فيه؟ الأنشطة تكون اجتماعية صحية بالأساس. مثلا نحن على مستوى الاحكام، ما نحكيش توا على الريس كولير توا نحكوا فيها توا وحدنا بعد، على مستوى العام انا يعني نختار احنا مدارس، والمدارس هذيك نعملوا لهم تثقيف صحي. تثقيف صحي يكون فيه تقصي على طبعا نحكي على التثقيف الصحي للصغار، التثقيف الصحي يكون على تسوس الاسنان، ياخذوا دونتفريس، ياخذوا معجون اسنان، ياخذوا فرشات اسنان، يعملوا تشكيك على الوقايه والتوقي من داء الكلب الليباتيت ا اللي هو بيأغامة. بالنسبه للصغار ثم المتابعات النفسيه والصحيه، تاع المتابعات النفسيه يكون معنا السيكولوج، نشوفوا معاهم كابر كا، والا اذا كان مثلا هما مثلا على مستوى الجامعي يعمل لهم مداخله للسنه الخامسه السنه السادسه في موضوع يختاروه هما والاطار التربوي معاهم. بعد ثم متابعة صحية كان مع بالتنسيق مع المدير المؤسسة، كان ثم تكون مثلا يستحق تدخل طبي معين، والا خاصة في قيس النظر باش ياخذوا اللينيتيز نوفروهم من النظارات الطبية بعد ما يكونوا هبطناهم للسليانة المستشفى الجهوي وخدمنا لهم وقسنا لهم النظر زي على مستوى الاستسلام. بالنسبة للجهة الكل احنا زاد تدخلت يعني في كل المواطنين. المواطنين انه نستفادوا بقافله صحيه، القافله الصحيه يكون فيها طبيب معناها جيناليست، يكون فيها نعملوا لهم تقصي على السكر والدم، على سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. المتابعات اللي تكون من بعد انه الناس اللي تستحق ما عندهمش تغطيه اجتماعيه، الجميع يتكفل بهم وتاخذوا السليانه ياخذ خالص الركوب وخالص المامو وخالص الفطور نتاعهم، يعملوا المامو نتاعهم وعلى حساب الجمعيه ومن بعد يروح. هذا على مستوى معناها تسع شنو عملنا على النشاط العام في على مستوى العام كامل معناها. واضح. بالنسبه للعوده المدرسيه هذيك ممكن نختموا قربنا موعد الاخبار، دونك شنو التحضيرات الاخرى او اي بالنسبه للعوده المدرسيه، احنا سنا الاداره الجهويه للتربيه بسليان كلفتنا باش ندخلوا في مدرسه زواغ، مدرسه زواغ باش تكون تدخل نتاعها باش نبدلوا لهم اللافته الاسميه للمدرسه. باش تكون ثم تبييض معناها جير والسيرفاسور معناها باش نبيض المدرسه، وانتر تون ثم تعهد بشبكه الكهرباء والابواب والاقفال، خاطر اللي سمعنا انهم حسب المندوبيه انها لي بلوك سانيتير نتاعها لاباس وباهين ومخدومين جدد، دونك احنا باش نكملوا القي. انتر تون هذه بعد ما نكملوا الخدمه هذه الكل، المدرسه هذه باش تنتفع بالقافله الصحيه اللي باش تكون في ان شاء الله في اكتوبر في نطاق الانشطه تاع الجمعيه في اكتوبر روز، باش ندخلوا كيما كنت نحكي لك معناها شنو باش نعملوا. عندنا زاد زوج مدارس اخرين باش يتمتعوا باللافته الاسميه باش تتبدل خاطر هي قديمه برشا ومشي بها، وعندنا مدرسه الدريجه من منطقه بركه زاد هي منطقه ريفيه تخلفت النشاط نتاعها في الصيف حكم الامطار اللي جت وقتها، باش تعمل لها القافله الصحيه نتاعها باش الصغيرات باش يمشوا بحذاهم باش يعملوا تنشيط باش يتمتعوا بالتثقيف الصحي الكل، والمواطنين زاد كيما قلت لكم باش يعملوا باش نقصوا الدم والسكر وعلى الكونسير دو سان كونسير دو كول دو ليتوريس.
واضح. يعطيكم الصحة انتوكا على الأنشطة كل اللي تقوموا بها، فمش طريقة للتفاعل معاكم اللي يحبوا يدعموكم يدعموا الأنشطة نتاعكم، فمش يوم معين باش تقوموا به بنشاط كبير؟ اللي يحب يتصل بي مرحبا بي. بالنسبة للتدخلات الاجتماعية عندنا في حدود 40، مش نوفروا في حدود 40 محفظة ومتبحم الأدوات المدرسية للنيفوات اللي هي باش تكون من السنة الثانية، خاطر هذوما تعاملوا معاهم من عام الأول، تكون من السنة الثانية ابتدائي الى السنه الثالثه ثانوي ان شاء الله، باش توفروا لهم من هنا للرونتري سكولير 40 محفظه مع الكتب نتاعهم مع كل شيء. التليفون هانو عندكم، واللي يحب يتفاعل معنا ويتوصل بينا مرحبا به، معنا باش نحب نعطيك التليفون نعطيك، ولا كان التليفون عندكم نستحق اللي يجيكم الاكسبريس تاعهم، واللي يحب يتفاعل معنا مرحبا به. كان تحب تنجم تقدم رقمك بالطبيعه؟ عندنا رقم 8، عندنا رقم فيكس 78 872 805، هذا رقم الجمعي. وعندنا رقم البورتابل عندنا 98 813 474. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا صحة وكثر خيركم، يعطيكم الصحة. في اكسبريس تيم فرحتونا الصباح معاكم، خاطر ذا يكون تواصل ثاني معاكم زاد عملنا قبل حصة معاكم، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وبون ترافاي. كما انتم تفرحوا وتتلهوا بالصغار وتعاونوا في الاولياء وتقوموا بدور مهم في المجتمع، يعطيكم الصحه على اللي تقوموا به الكل. وشكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح في برنامج اكسبريسو. نذكر مستمعينا كان معنا سي كامل الاماني رئيس جمعيه سنابل البلادي للعمل التطوعي، وحكينا على حمله العوده المدرسيه. فاصل مع اخبار 7:30 راجعين مع السيد عمر بوزويد رئيس مدير عام وكاله